يزعم علماء الشيعه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يحيي ويميت ولا تقل باذن الله وان كلمه باذن الله هذه لم توجد في الروايات عند الشيعه وانهم حينما يقولون ذلك يقولون باذن الله مراعاة للنواصب اي لاهل السنه والجماعه حتى لا يتهمهم اهل السنه والجماعه انهم مشركون فلك يا شيعي ان تقول المحيي المميت علي بن ابي طالب ولا تقول باذن الله هل رايتم كفر اكثر مما سترونه الان؟ وهل الامام علي بن ابي طالب يحيي ويميت باذن الله قطعا يعني هذه مساله بديهيه في معتقدنا النص الذي مر قبل قليل وذل كل شيء لكم وذل كل شيء لكم اصلا الزياره ما قالت باذن الله وكل شيء باذن الله هذا من امراض علمائنا حينما يريدون ان يتحدثوا عن اهل البيت يضيفون اليها باذن الله مراعاة للنواصب ولاعداء اهل البيت اهل البيت لا يقولون ذلك واذا قالوا فانهم يقولونه في مقام المدارات الحمد لله الذي فضح هذه العمايم المزيفة سمعتم يا شيعة سمعتم يا مسلمون ان المحيي المميت يحيي ويميت علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولا تقول باذن الله عمايم مزيفة <applause>